أحسن الله إليكم. تقول الآن ما حكم قراءة القرآن للحائض وهي تلبس القفازين حائلا؟ الحائض لا تقرأ القرآن حتى تطهر وتغتسل، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن تقرأ القرآن، وكذلك صح الحديث في أن الجنب لا يقرأ القرآن، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة، إلا إذا خشيت نسيان ما حفظته، إذا خشيت الحائض نسيان ما حفظته من القرآن فلا بأس أن تقرأه لأجل المحافظة عليه من النسيان. نعم.